لولا الوساطة بين استخبارات الجيش والمطلوبين المتوارين في عين الحلوة لما تمت الصفقة. رجل الظل والوسيط الذي سهل العملية هو الشيخ ماهر حمود، إمام مسجد القدس الذي عانى الأمرين من لسان أحمد الأسير، له باع طويل في المفاوضات، وقد عمل على طمأنة من سلموا أنفسهم بأن ملفاتهم ليست صعبة وأن تسليم أنفسهم سيعجل في إنهاء قضيتهم. هن قصدونا واتصلوا، عندهم رغبة بأن يطوا الملف السابق ويبيضوا صفحتهم القانونية. الجيش متفهم للموضوع وعنده رغبة يخلص من هالملفات، خاصة الملفات البسيطة يعني قبل ما يسلم حاله. لنفترض موجود في مخابرات الجيش أنه قاتل أو مجرم أو كذا وكذا، هو ليس كذلك، فهذا سيعقد الموضوع حتى يكتشف الجيش في التحقيق أو غير الجيش، بده يأخذ وقت. أما لما نحن بنقول للجيش شوفوا شو في بملف فلان، فبيقولوا ملفه مثلا 1-2 ما في 4-5، بصير أسهل. الذين يسلمون أنفسهم باليقين يعني ما شاركوا في معركة 23-24 حزيران 2013. المطلوب الأبرز فضل شاكر الذي أكد اليوم أنه لا ينوي تسليم نفسه كان قد قطع اتصالاته بحمود منذ ما يقارب السنة. حصل من أكثر من سنة وانقطع الموضوع لأسباب، لكن كان يعني كان الموضوع جاهز والخلل عنده مش عندنا، يعني هو مثلا بده ألا يتوقف أبدا وهذا مستحيل. وكان موقفه سيء لما ما بعرف شو أثير عن الأسير رجع مدحه، وهذا شيء غريب يعني كان يقول عكس ذلك تماما. طب بهمنا نوضح للرأي العام أنه حتى فضل شاكر مش متورث معركة 23-24 يقينا. الشيخ الوسيط ينفي أي علاقة بين التوترات في مخيم عين الحلوة وبين تسليم المطلوبين أنفسهم، حاصرا المسألة في حلحلة ملفات أمنية عالقة. ما في شيء خطر يعني في بعض المتطرفين في المخيم يقينا، لكنهم محاصرون جغرافيا وأمنيا معناه كامل لا، في احتمال اغتيال انفجار. أما مثل ما عم بيسمى السنة قطع طريق الجنوب ومش عارف شو نهر بارد، هذا حكي ما له طعم. شيخ حمود الذي تغاضى عن التعرض له يأمل اليوم أن يتجه الملف بكامله إلى الحل، مؤكدا أنه مستعد للوساطة لأي مطلوب أدرك هول ما اقترف وأعرب عن ندمه. في ظل هذه التسوية القائمة، ماذا سيكون مصير الموالين لداعش وجبهة النصرة الذين يبيحون سفك دماء الجيش بل ويباركونها؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد.